هنتكلم مع بعض عن ال 2D sketches في SOLIDWORKS، ودي بتعتبر الخطوة الأولى في الموديلنج على SOLIDWORKS، إن نبدأ sketch 2D وحولها بعد كده ل 3D model. وبالتالي عشان نوصل للموديل اللي عايزين نعمله لازم نمشي على شوية خطوات معينة. أول خطوة إن احنا بنعمل new file، بعد كده بنختار part وندوس OK. تاني حاجة إن نبدأ أعمل ال 2D sketch، ودي بتتكون من مجموعة من التولز اللي بتساعدني ان انا اوصل للجيومتري اللي انا محتاجه. بس قبل ما ارسم السكتش لازم اول حاجة اكون مختار البلين اللي هرسم عليه السكتش دي، وليكن مثلا الفرونت بلين. بنختار الفرونت بلين ونختار بعد كده سكتش. الكوماند مانجر تاب بتتحول للتاب الخاصة بالسكتش عشان تظهر لي كل السكتش تول اللي اقدر استخدمها في عملية الرسم. هتلاقي متجمع عندك كل السكتش تولز اللي تقدر تستخدمها تقريبا عشان توصل للسكتش اللي انت محتاجه. تعالوا نبدأ بسكتش مكونة من لاين وسيركلز بالشكل ده. عشان نلغي التول بندوس اسكيب في الكيبورد، ولازم تبقى واخد بالك من الستيتس بار الخاص بالسكتش، وده بيقولك ان السكتش حاليا اندر ديفايند. اندر ديفايند معناها ان انت هتيجي تمسك اي نقطة في السكتش هيبدأ السكتش بتاعك يتغير على حسب طريقة حركة النقطة اللي انت بتشدها، وبالتالي مش هنقدر نعمل السكتش بالمنظر ده، لازم نضيف ريليشن ودايمنشن عشان نتحكم في السكتش بشكل افضل من كده. التول المسؤولة عن اضافة الدايمنشن اسمها سمارت دايمنشن في السكتش تاب. بنختار السمارت دايمنشن ونضيف الابعاد بالشكل ده. وساعتها هنلاحظ ان الستيت بتاعت السكتش بقت فولي ديفايند، وده معناه ان احنا لو جينا عملنا نفس اللي كنا بنعمله قبل كده وحاولنا نشد النقطة دي هنلاقي ان النقطة دي ثابتة عشان الستيت بتاعت السكتش فولي ديفايند. بعد كده عندي السكتش تول، ودي بتستخدم في الغالب لتعديل الجيومتري الخاص بالسكتش اللي انا برسمها عن طريق ان انا ممكن اعمل تريمينج او اكستندنج. بختار تريم، بعد كده بقطع الجزء ده مثلا من السكتش وادوس اوكي. اخر خطوه معايا ان انت لما تكون السكتش بتاعتك جاهزه ووصلت للفاينل جيومتري بتاعتك بنختار من فيتشرز اكسترود، دوس اوكي على الوضع ده، بيتحول معاك السكتش ال 2D بتاعتك لل 3D موديل. بعد كده بنعمل سيف للبارت. تعمل سيف للبارت في اي مكان انت عايزه، بعد كده بتختار سيف. وبعد ما عرفنا ازاي نوصل لل 3D موديل عن طريق ال 2D سكتش بنظرة عامة، تعالوا نتكلم بشكل شامل شوية عن السكتش انتيتيز اللي بتساعدني في ان انا ارسم الجيومتري الخاصة بي. عندي اللاين، والسيركل، ريكتانجل. بسهولة جدا بنقدر نستخدم السكتش انتيتيز دي، تقدر تجربهم وتعمل اشكال مختلفة زي ما انت عايز. تعالوا نعرف بعض المعلومات الهامة جدا، الا وهي الريليشن، وهي ببساطة العلاقات اللي بقدر اضيفها بين اي سكتش انتيتيز وبعضها. زي مثلا لما يكون عندي تو لاينز بالشكل ده وعايز اضيف ما بينهم ريليشن، بدوس كنترول في الكيبورد وبختار اول لاين، وبعد كده افضل دايس كنترول واختار اللاين التاني، فبتظهر لي في البروبرتي مانجر كل الريليشن اللي اقدر اضيفها على التو لاينز دول، زي ان انا اخليهم متساويين او متوازيين او عموديين على بعض. تعالوا نخليهم دلوقتي عموديين على بعض وندوس اوكي. فبنلاقي التو لاينز بتوعي بقوا دلوقتي عموديين على بعض بالشكل ده. مهما حاولت اغير مكان اللاين هيفضل طول الوقت محافظ على الريليشن اللي انا مديها له، اللي هي في الحاله دي الريليشن العمودي، ودي فايده الريليشن. تعالوا اضيف نوع تاني من الريليشن ما بين الخطين. هعمل اول خط، ممكن مثلا اخلي التو لاينز دول متوازيين، وزي ما عرفنا ان الريليشن بتحكم للسكتش انتيتي، ومهما حاولت اغير مكان اللاين هيفضل طول الوقت محافظ على العلاقه اللي واخدها ما بينه وما بين اللاين التاني.
تعالوا نشوف مع بعض الريليشن اللي بقدر اضيفها ما بين اللاين وما بين البوينت. زي ما اتعودنا قبل كده ان انا لما احب اضيف اي ريليشن ما بين تو سكتش انتيتيز، بعلم على اول سكتش انتيتي وادوس كنترول وافضل دايس واختار السكتش انتيتي التانية، بتطلع لي كل الريليشن اللي اقدر اضيفها. وفي الحالة دي ممكن اخلي النقطة لاما ميد بوينت لاما كوينسيدنت مع اللاين. تعال نخليها ميد بوينت وندوس اوكي. مهما حاولت اغير طول اللاين هيفضل طول الوقت النقطة محافظة على الريليشن اللي هي واخداها انها تفضل ميد بوينت لللاين ده. ممكن لو رسمت لاين واحد بضيف عليه ريليشن ان انا اختار اللاين وبعد كده اضيف عليه ريليشن ان هو يكون هوريزونتال او فيرتيكال. في الحالة دي تعال نختار هوريزونتال. طيب لو انا عندي تو سيركلز، تعال نجرب كده نعمل تو سيركلز بالشكل ده. وزي ما اتعودنا ان انا بختار اول سكتش انتيتي وبختار وانا دايس كنترول على السكتش انتيتي التانية، وبعد كده ممكن اضيف ريليشن زي ان انا اخليهم كونسنتريك ما بينهم وما بين بعض وادوس اوكي. او ممكن ان انا اخلي الدايرتين ايكوال عن طريق الريليشن الخاصه بالايكوال، ان انا بختار التو سيركلز وبعد كده بختار ايكوال وادوس اوكي. تعالوا نشوف ازاي اقدر استخدم الريليشن عشان احول الستيت بتاعت السكتش انها تكون فولي ديفاين. اللاين ده ممكن اضيف عليه ريليشن ان انا اخليه فيرتيكال وادوس اوكي، وممكن اخلي التو لاينز دول متساويين، وبعد كده اختار سمارت دايمنشن واختار طول لللاين ده وليكن ب100. وقدرت اوصل لنفس الستيت بتاعت السكتش عن طريق الريليشن وضفت دايمنشن واحد بس. حاول ترسم السكتش انتيتيز وتشوف الريليشن ما بينهم وما بين بعضهم.